هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 31 من يوليو. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نسأل المولى العلي القدير أن يعيد علينا وعلى وطننا العيد بالخير واليمن والبركات والسعادة والأمان المحققة. وتتقدم إذاعة أرينا بالتهنئة لكل المسلمين في مشارق الأرض ومقاربها بحلول عيد الأضحى المبارك. نستهل برنامجنا معكم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام بنشرة للأخبار وفيما يلي أبرز عناوينها: حلول الذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر، رئيس الوزراء الإثيوبي يستبعد الخيارات العسكرية لحل مشاكل بلاده، الولايات المتحدة تسحب 12 ألف جندي من ألمانيا، وأخيرا الاتحاد الأوروبي يدعم بوركينا فاسو في مواجهة وباء كورونا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرينا. تحل اليوم 31 من شهر يوليو ذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر، والذي صعدت روحه إلى بارئة في الميدان في مثل هذا اليوم من عام 1970. والمناضل الشهيد درس في إيطاليا والتحق بالثورة رغم المغريات، واستشهد وهو يدافع عن أمال شعبه في الحياة الكريمة في 32 من العمر. وبمناسبة هذه الذكرى العزيزة نقدم لكم عقب نشرة الأخبار برنامجا خاصا عن الشهيد الراحل. في مقابلة تلفزيونية قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأنه لا يؤمن باستخدام القوة العسكرية من أجل حل الخلافات بين الأقاليم الإثيوبية والحكومة الفيدرالية. وقال في المقابلة أن هناك من يتحدث عن تشجيع الحكومة الفيدرالية ودعوتها إلى استخدام القوة العسكرية لحل الخلافات خاصة مع إقليم تيغراي، ولكنه أكد أنه لا يؤمن بهذه الخيارات. وفي رد حول سؤال عن الحكومة الإريترية قال رئيس الوزراء الإثيوبي بأن الجميع يعرف بأن الحكومة الإريترية حكومة سلام، وأنها لعبت دورا في تقريب وجهة النظر بيننا وبين أطراف أخرى حول قضية إقليمية كبيرة. وقال بأن الحكومة الإريترية تلعب دورا كبيرا في تحقيق السلام على المستوى الإقليمي. أكدت البي بي سي في خبر لها من واشنطن أن الولايات المتحدة قررت سحب 12 ألف جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بإعادة انتشار استراتيجي لقواتها في أوروبا، وسيعود 6400 جندي إلى بلادهم، بينما سيتم توزيع باقي القوات على الدول في حلف الناتو مثل إيطاليا وبلجيكا. وقال الرئيس دونالد ترامب أن الخطوة تأتي ردا على فشل ألمانيا في بلوغ الهدف الذي حدده الناتو من ناحية الإنفاق الدفاعي، لكن قراره أثار معارضة واسعة النطاق داخل الكونغرس، خاصة من قبل أولئك الذين يرون فيه تشجيعا لروسيا، كما عبر المسؤولون في ألمانيا عن قلقهم من هذه الخطوة. وقال الرئيس الأمريكي أمام المراسلين في البيت الأبيض بعد وقت قصير على إعلان القرار: لم نعد نريد أن نكون المغفلين بعد الآن، نحن نخفض قواتنا لأنهم لا يدفعون مستحقاتهم والأمر بسيط للغاية. ويطالب الرئيس ترامب منذ فترة طويلة أعضاء دول الناتو بزيادة الإنفاق على شؤونهم الدفاعية، وقال أن على أعضاء الناتو وقف الاعتماد بشدة على الولايات المتحدة وتحميلها عباء المحافظة على التحالف. واعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني أن القرار سيضعف حلف الناتو. وقعت جمهورية بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي على اتفاق يهدف إلى دعم الاتحاد جهود واستجابة بوركينا فاسو لمواجهة مختلف الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عنه أن الهدف من الاتفاق وتحسين الخدمات الأساسية على عموم البلاد لصالح السكان الأكثر هشاشة وضعفا، إضافة إلى تحسين الأمن الداخلي. وقدم الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري مبلغ 87,250,000 يورو لبوركينا فاسو لمساعدتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتعد الطبقات الفقيرة الأكثر تضررا من جائحة كورونا بفضل إجراءات الإغلاق الشامل التي اعتمدتها مختلف الدول كإجراء لمنع الفيروس بما في ذلك دولة إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حلول الذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر. رئيس الوزراء الإثيوبي يستبعد الخيارات العسكرية لحل مشاكل بلاده. الولايات المتحدة تسحب 12,000 جنديا من ألمانيا. وأخيرا الاتحاد الأوروبي يدعم بوركينا فاسو في مواجهة وباء كورونا. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة أرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، يصادف اليوم الذكرى 50 لاستشهاد الدكتور يحيى جابر، والذي لو قدر له العيش حتى يومنا هذا لأكمل عامه 82. ولكن الطبيب يحيى جابر استشهد في مثل هذا اليوم 31 من يونيو من عام 1970. استشهد الطبيب الإريتري وهو في 32 من العمر، استشهد وهو يحمل بندقيته ويقاتل بها حتى الرمق الأخير. فمن هو الطبيب يحيى جابر والذي نحتفل بذكرى استشهاده في هذا البرنامج الخاص؟ هذه إذاعة إرينا. للأسف لا يعرف الكثيرون من أبناء الجيل الحالي من هو الطبيب الشهيد يحيى جابر، والذي درس الطب في إيطاليا، وبعد أن أكمل تعليمه وتدريبه قرر العودة فورا للالتحاق بجيش التحرير الإريتري ليؤسس الكادر الطبي للثورة وليقاتل من أجل قضيته. ونحن اليوم نفتخر بتقديم هذا البرنامج الخاص عنه وفاء لذكراه والتزامه الأبدي والمخلص بقضايا شعبه ودفعه لروحه ثمنا للوطن والقضية. يعود الفضل في إعداد وبث هذا البرنامج لسيدة فرنسية فاضلة اسمها أوغيت شابال فيراتو، وهي من مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا، وكانت قد تعرفت على طالب كلية الطب الشاب يحيى جابر في صيف عام 1968 في أثناء زيارتها لروما لدراسة اللغة الإيطالية، حيث تعرفت عليه وامتدت المعرفة حتى عام 1969، حيث أنهى يحيى جابر تدريبه الطبي في أحد مستشفيات روما. اتصلت السيدة الفاضلة بالإذاعة، والحزن يخالط نبرات صوتها وهي تذكرنا بذكرى الطبيب الراحل الذي صمم بعد إنهاء دراسته على المغادرة إلى بلاده رغم توفر كل الفرص ليبقى أو يغادر إلى مكان آخر، ولكن الالتزام بالثورة كان في دمه وعقله. علمت السيدة فيراتو باستشهاد الطبيب يحيى جابر وعاهدت نفسها في وفاء نادر ينعدم نظيره في عالمنا اليوم على إحياء ذكرى ذلك الشاب الفارع الطول البادي الوسامة والمؤمن بقيم الخير والديمقراطية، والمؤمن كذلك بقضية شعبه التي وهب نفسه فداء لها. اتصلت السيدة أوغيت فيراتو بالإذاعة وقالت أن أسمى أمانيها أن تسمع وتقرأ برنامجا يخصص ليوم استشهاد الطبيب يحيى جابر، لأن ذلك الإحياء لذكرى شاب مخلص يجب أن تتعلم الأجيال القادمة منه الكثير. ومن هذا العزم والإصرار الذي جسدته السيدة أوغيت فيراتو انطلقنا بدورنا في الإذاعة لإحياء ذكرى الطبيب يحيى جابر في الذكرى 50 لاستشهاده. وتعجز الكلمات عن وفاء السيدة فيراتو حقها من الشكر والامتنان لوفائها النادر لذكرى هذا الرجل النبيل، وهي أيضا تذكر بكل وفاء وتقدير صديق الطبيب يحيى جابر الطالب في روما حينها جمع علي بخيت وأصدقائه الآخرين. وكان جمع علي بخيت قد استقبل يحيى جابر عند وصوله إلى روما لأداء فترة التدريب الطبي هناك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. قدم الأستاذ أحمد داير وفي لمسة وفاء لذكرى الطبيب الراحل المقيم يحيى جابر في صفحته على الفيسبوك وعلى مدى 3 حلقات
تعريفا وافيا بالشهيد يحيى جابر في الذكرى 50 لاستشهاده، وكان بحق تعريفا قيما ملحقا بصور نادرة للشهيد ورفاقه ووالده الراحل. ويؤكد الأستاذ أحمد داير بأن طبيبنا الشهيد من مواليد قرية علي قدر في عام 1938، وبدأ تعليمه في قريته ثم انتقل منها إلى المدرسة الأميرية الوسطى في كسلا، وبعدها انتقل إلى مدرسة حنتوب الشهيرة جنوب مدينة ود مدني، وهي نفس المدرسة التي درست فيها النخبة السودانية البارزة من أمثال الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري وحسن الترابي ومحمد إبراهيم نقود سكرتير الحزب الشيوعي السوداني وآخرين. وبعد أن أنهى يحيى جابر الدراسة بتفوق التحق بكلية البيطرة بجامعة الخرطوم، ولكن سرعان ما تركها لدراسة الطب في إيطاليا، وبدأ دراسته في مدينة بولونيا الإيطالية وهي معقل اليسار في إيطاليا، وفيها بدأ تكوين علاقات راسخة مع قادة الأحزاب والناشطين، وأسهم في تأسيس جمعية الصداقة الإريترية الإيطالية، وهي نفس الجمعية التي أمنت زيارة الصحفي الإيطالي فرانكو براتيكو إلى الأراضي المحررة كما يقول الأستاذ الدائر. وخلال سنوات دراسته أثبت الطالب المثابر تفوقا وتملكا لناصية الطب، وحسب إشارة مدام فيراتو فلقد كان يتسم بالروح المنفتحة على الرأي الآخر، وحسب ما ذكر لها صديق عراقي حينها بأنهم اختاروا يحيى جابر للذهاب إلى التحدث إلى إدارة السكن الطلابي بسبب رداءة الطعام المقدم في السكن. واستطاع يحيى جابر تأسيس علاقات ممتازة مع الزملاء والزميلات من مختلف ألوان الطيف السياسي، وكان وقع خبر استشهاده عظيما عليهم خاصة مدام فيراتو. هذه إذاعة إرينا. وحسب إشارة مدام فيراتو أيضا فلقد عرضت السفارة الإثيوبية في روما على يحيى جابر فكرة العمل في إثيوبيا بعد التخرج، لكنه كان حازما أمره من قبل بالانضمام إلى الثورة، خاصة وأن أخيه جعفر استشهد قبله وهو يناضل من أجل حرية إريتريا. وحسب إشارة الأستاذ أحمد داير أيضا فإن السكرتير الأول في السفارة الإثيوبية حينها وكان يدعى يوهنس أعرب عن حزنه البالغ لاستشهاد جابر، وقال رغم اختلافنا إلا أننا نقدر أنه كان يأتي إلينا ويناقشنا ويتحدانا، وبفقده فقدت إثيوبيا شابا كان يمكن أن يلعب دورا مهما فيها كما قال. وكان للشهيد الراحل نشاطا رياضيا جما في كرة القدم وكرة السلة والتزلج، واستخدم كل هذه الأنشطة لتكوين علاقات نضالية مع شباب وشابات من جنسيات مختلفة، وسخر ذلك كله لخدمة القضية الإريترية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إن الفترة التي التحق فيها الشهيد الدكتور يحيى جابر بالثورة كانت سنوات انقسام وتراجع في المد الثوري، ولكن ذلك زاد من عزمه على الدخول إلى الميدان. وحسب إشارة الأستاذ داير أيضا فإنه قد صرح بأن الانقسامات التي كان يعاني منها المجلس الأعلى لجبهة التحرير الإريترية حينها لم تكن تعنيه، وهو قد حسم خياره بالعودة والانضمام إلى الثورة. وأكد الأستاذ داير بأنه سلم نسخة من المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها في العمل للمناضل الراحل طه محمد نور عضو المجلس الأعلى حينها. واليوم وبعد مضي 50 عاما على استشهاد المناضل الدكتور يحيى جابر لا تزال ذكراه غضة في أفئدة قلوب محبيه وكل الذين ألهمهم اجتهاده ووفائه لقضيته وشعبه ودفعه روحه ثمنا لحياة عزيزة لشعبه وأمته. كل تلك التضحيات الباهرة تلزمنا بتذكر أمجاده وسيرته العطرة، فهو ينضم إلى مسيرة من الأطباء الإنسانيين الذين سيخلد التاريخ ذكرهم. المناضل الأرجنتيني أرنستو تشي جيفارا، الطبيب الذي ترك مقاعد الدراسة ليداوي جراح الملايين بالثورة، الدكتور فرانس فانون والذي كتب رؤية للنضال والتحرر من الاستعمار لكل شعوب القارة الأفريقية، والدكتور أوغستينو نيتو الذي قاد كفاح الشعب الأنغولي
نحو التحرر من قبضة البرتغال الاستعمارية. والدكتور الطالب والذي يشبه يحيى جابر كثيرا ستيف بيكو المناضل الجنوب أفريقي والذي كان يدرس الطب والذي قضى حياته داخل أحد زنازين سجون نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. من ينسى هؤلاء؟ هؤلاء خالدون في ذاكرة شعوبهم ومحبيهم، وبقى ذكرى يحيى جابر مشتعلة كجذوة في فؤاد أوغيت شبال فيراتو، ما هي إلا نموذج لذلك المجد الذي لا يخبو ولا يموت. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم فيما مضى من وقت لبرنامج خاص عددناه بمناسبة الذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر. وقبل الختام مستمعاتي ومستمعي الكرام، أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وقبل الختام أيضا أعيد إليكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. حلول الذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر. تحل اليوم 31 من شهر يوليو الذكرى 50 لاستشهاد الطبيب المناضل يحيى جابر، والذي صعدت روحه إلى بريئة في الميدان في مثل هذا اليوم من عام 1970. والمناضل الشهيد درس في إيطاليا والتحق بالثورة رغم المغريات، واستشهد وهو يدافع عن أمال شعبه في الحياة الكريمة في 32 من العمر. وبهذه المناسبة تقدم لكم إذاعة إرينا برنامجا خاصا عن الشهيد الراحل. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. رئيس الوزراء الإثيوبي يستبعد الخيارات العسكرية لحل مشاكل بلاده. في مقابلة تلفزيونية قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأنه لا يؤمن باستخدام القوة العسكرية من أجل حل الخلافات بين الأقاليم الإثيوبية والحكومة الفيدرالية. وقال في المقابلة أن هناك من يتحدث عن تشجيع الحكومة الفيدرالية ودفعه إلى استخدام القوى العسكرية لحل الخلافات خاصة مع إقليم تيغراي، ولكنه أكد أنه لا يؤمن بهذه الخيارات. الولايات المتحدة تسحب 12,000 جنديا من ألمانيا. أكدت البي بي سي في خبر لها من واشنطن أن الولايات المتحدة قررت سحب 12,000 جندي من ألمانيا في إطار ما وصفته بعادة انتشار استراتيجي لقواتها في أوروبا. وقال الرئيس الأمريكي أن الخطوة تأتي ردا على فشل ألمانيا في بلوغ الهدف الذي حدده الناتو من ناحية الإنفاق الدفاعي. وأخيرا، الاتحاد الأوروبي يدعم بوركينا فاسو في مواجهة وباء كورونا. وقع جمهورية بوركينا فاسو والاتحاد الأوروبي على اتفاق يهدف إلى دعم الاتحاد جهود واستجابة بوركينا فاسو لمواجهة مختلف الأزمات الأمنية والصحية والاجتماعية في البلاد. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وفي الختام نجدد لكم التهنئة باسم إذاعة إرينا لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي داخل البلاد وفي المهجر بأعياد أضحى مباركة، وكل عام وأنتم بخير. وحتى الملتقى بكم في حلقات جديدة من برامجنا المقبلة، لكم تحياتي محدثكم فتي عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.